ولو خرم إبرة أحمد عرسان. وجدها أخيرا أحمد عرسان، ومن خرم الإبرة حمل للفيصلي لقبا رقمه 76 في تاريخ السماوي. المباراة مباراته والبطولة بطولته. الأنظار توجهت نحو الفيصلي الذي أراد إسعاد كل المتيمين. مع راتب العوضات الفرقة تغير شكلها وبحثت منذ البداية عن سبق النتيجة التي كانت تعني خطف ذهب الدوري بغض النظر عن نتيجة الجزيرة مع شباب الأردن، لا وبلا انتظار لما قد تحمله الجولة الأخيرة من مفاجآت. بيده أراد الفيصلي حسم كل الأمور والعودة للدار بأغلى انتصار. ممكن يكون فيها خطورة وعند مهدي علامة التسديد، ولكن أنس بن طريف أبعد. ما نجحت كل محاولات الضيوف، وبالحديث عن الدار ما سهل المأمورية البقعوي من لعب لقاء الكل أو لا شيء، وما سهل مهمة متصدر سعى بكل السبل وأراد أن يسيل حبر التتويج سريعا على صفحة اللقاء. فتنوعت المحاولات وتعددت الأساليب وكادت الفرحة أن تكتمل لولا تسلل أول الأهداف. شرعي الحصان الأسود كما سمي في الأردن كاد يهدي الجزيرة بطاقة بعنوان الأمل الذي ذاته بحث عنه هذا الطفل في أحضان العوضات، من أراد التعويض في أول البطولات بعد وفاة رمز الفيصلي الشيخ سلطان العدوان. فكانت الدعوات سبيلا للقادمات التي ولو قليلا قليلا تأخرت أفراحها، فالعارضة أرادت أن تترك بصمتها. وربما لتزيد من جمال المشهد جمال، فبعد قليل الفيصلي بعد كل تلك الضائعات سيحتفل بلقب البطولة. إلى إحسان حداد، هذه كرة عرضية فيها متابعة ولكن ضاعت فرصة. سجل العرسان واحتفل ومن حقه كما يحتفل العرسان. أما بكر سلطان العدوان فوعد ووفى وأهدى لكل الكيان لقب البطولة الغالي ولو قبل جولة من نهاية الأحداث. معاذ خلوف، صاد الملاعب. اللقب 76 في إذن